خلاف على الصلاحيات داخل المجلس الرئاسي ما بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا يكشف عن محاولة تركية قطرية لإزاحة السراج عن المشهد. يحظى باشاغا بدعم تركيا وقطر بدليل التسريبات عن اجتماعه مع وزيري الدفاع القطري والتركي لمناقشة مسائل دفاعية كان من المفترض مناقشتها مع رئيس الحكومة. تسعى الدولتان لتعيين باشاغا وزيرا للدفاع لتسريع السيطرة على المشهد العسكري في البلاد، لكن هذا التوجه يلقى رفضا من قبل السراج نظرا لتهميش دوره لصالح تيار الإخوان المسلمين الذي يعد باشاغا أحد رموزه. كان رد السراج بمطالبة وزرائه بعدم تنفيذ قرار باشاغا بخصوص الحصول على إذن هبوط وإقلاع وعبور الطيران والذي كان يهدف من خلاله إلى فرض سيطرته على وزراء حكومة الوفاق وقادة ميليشيات طرابلس. التحركات التركية القطرية بالتعاون مع باشاغا تثير مخاوف الميليشيات المناوئة للإخوان والتي خرجت إلى وسط العاصمة في استعراض قوة لأفرادها. تبدو الخيارات المتاحة أمام السراج إما الإذعان للإخوان والميليشيات الموالية لهم من مصراتة، وإما الاستناد إلى حلفائه من ميليشيات طرابلس، فيما تواصل أنقرة إرسالها السلاح والعتاد إلى ليبيا للتأثير بصورة مباشرة على التوازن القائم بين الميليشيات لصالح تلك الموالية للإخوان.